مقر عملي يبعد عن منزلي قرابة 50 كيلومتر، فهل يجوز لي القصر؟ وإن كان لا يجوز فما حكم الصلوات التي صليتها قصرا وهي كثيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسافر قصر الصلاة الرباعية. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في أسفاره من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها. فقصر الصلاة في السفر سنة ثابتة ورخصة من الله سبحانه وتعالى، تصدق بها على عباده تخفيفا عنهم رحمة بهم. والعلماء رحمهم الله قدروا المسافة بتقديرات اجتهادية، والمفتى به في هذه البلاد أن مسافة القصر ما بلغ مسيرة يومين قاصدين بسير الرواحل، وتحديده بالكيلوات 80 كيلو تقريبا، فما بلغ من السفر هذه المسافة فأكثر فإنه تقصر فيه الصلاة، وما نقص عنها فإنها لا تقصر فيه الصلاة لأنه لا يسمى سفرا. وبناء على ذلك ما ذكره السائل من أنه كان يقصر الصلاة مسافة 50 كيلو، فهذا خطأ منه. كان الواجب عليه أن يسأل قبل أن يعمل هذا العمل. أما وقد حصل منه ذلك وكثرت الصلوات، فالذي نوصي به أن لا يعمل هذا في المستقبل. وأما ما مضى فيعفو الله عنه، وذلك لأن المسألة كما ذكرنا فيها خلاف بين أهل العلم، وهو قد عمل هذا عن جهل منه وكثرت الصلوات جدا، ما يصعب عليه إعادتها. فالذي نراه أن يعمل بهذا في المستقبل، لأن لا يقصر إلا في مسافة 80 كيلو فأكثر. وأما ما مضى فنرجو أن الله يعفو عنه. نعم.